أكد والي ولاية القضارف سليمان علي محمد نور وقوفه على خط واحد من كل المكونات الاجتماعية بالولاية من أجل تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطي، تحقيقا لتطلعات وآمال جماهير الولاية التي دعمت ثورة ديسمبر. وقال الوالي خلال مراسم التسليم والتسلم بينه والوالي المكلف، قال إن عملا ضخما ومهاما جسام تنتظر أن يتعاون الجميع من أجل ما يرضي طموح المواطن، وطالب في الوقت ذاته مواطن الولاية بالصبر والنصح من أجل العبور وتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها رد الظلم ومكافحة الفساد وتحسين معاش الناس. نتطلع للعمل كل الولاية، ونتطلع إلى العمل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية من أجل خلق جبهة موحدة للتنمية، ونعمل وأن نكون على مسافة واحدة من جميع المكونات، ونسعى لتوحيد الشعب السوداني حول أهداف التنمية والنهوض والعمران والتقدم. التحديات كثيرة مؤكد، ولكن بالعمل الجاد والتكاتف نستطيع أن نغير الواقع.